فيديو النهارده مهم جدا، وده مش من اهميه الموبايل، ولكن لان احنا معانا موبايل كوميدي جديد من ريلمي، هو ريلمي 9i زي ما انتم شايفين كده. ولو بتتساءل ليه هو كوميدي هقول لك في الفيديو. احنا طبعا كالعاده هنتكلم عن كل حاجه تخص الموبايل ده، الديزاين، الاداء، الكاميرا، البطاريه، كل حاجه، وانت لوحدك هتعرف هو ليه كوميدي. المهم قبل اي حاجه كده ما تنساش لايكك وشيرك وسبسكرايبك الرايق، ومن غير كلام كتير خلينا نبدا في الفيديو على طول. نبدا كده باهم حاجه واول حاجه عينك هتقع عليها في اي موبايل، وهو الديزاين وخامات الموبايل. شكل ريلمي 9i، يعني عارف انت الحاجه الاليجنت جدا، بجد عاجبني قوي، ودي تقريبا الحسنه الوحيده اللي في الموبايل، وتحسه بريميوم. هو مش بريميوم ولكن تحسه، فاهم؟ هو اصلا الجسم كله من البلاستيك. نافذه الكاميرات هنا بقى، المستطيل اللي محطوط فيه الكاميرات ده تحسه عامل زي المرايه كده، وهو مضيع الفوكس خالص من الكاميرا اللي فوق زي ما انت شايف كده كتر الانعكاسات الموجوده، ولكن عادي، هو شكله بصراحه روش قوي وعاجبني، فاهم؟ ايه بقى الموبايل على وشه، واتفرج على استحواذ الشاشه اللي هو يعني يعتبر مش احسن حاجه في الفئه دي، يعني الحافه اللي تحت كبيره شويتين 3-4، يعني اكبر من السكرين اللي جاي على الموبايل اصلا. صباح الخير، بس هنتقبل ده طبعا بسبب ان هو في فئه سعر كويسه. سعره كام طبعا هقول لك في اخر الفيديو، اتقل معايا ما فيهاش مشاكل. بعد كده خلينا نتكلم عن الديسبلاي او الشاشه نفسها اللي جاي منها الريلمي 9i. والريلمي 9i جاي بشاشه 6.6 انش، شاشه حجمها كويس جدا في ايدك، ولكن الشاشه هنا اي بي اس ال سي دي. اي بي اس ال سي دي، وشاشه بمستوى سطوعي 480 نتس فقط، ده مش اعلى حاجه في الفئه دي طبعا. عندك طبعا ريدمي نوت 11 اللي احنا لسه عاملينه فيديو برده من اسبوعين ده، واللي جاي بشاشه اموليد وبتوصل لمستوى سطوع 1000 نتس. فلو قارنا الاثنين ببعض كده هتلاقي ان ريدمي 9i شاشته ما جاتش يعني. الحسنه الوحيده ممكن في الشاشه هنا هي انها 90 هرتز، وده الطبيعي كده في الفئه دي، يعني ما كانش ناقص بقى غير انه يحط لنا 60 عشان ايه نرمي الموبايل في الزباله يعني. اكيد الشاشه بتجري معاك، هتلاقي بقى يعني عدد فريمات اكتر وانت بتستخدم الموبايل ده، الموضوع كله هيبقى ناعم معاك طبعا، وخصوصا مع السوفت وير بتاع ريلمي اللي انا على فكره بالمناسبه مش حاسه مستقر قوي على البروسيسور هنا، ولكن السوفت وير خفيف، فاهم؟ فهيأدي معاك. والشاشه هنا طبعا فول اتش دي بلس. خلينا نفتح كده يوتيوب ونتفرج على اي حاجه. كزوايا رؤيه الشاشه بتغمق بقى وانت فاهم متعوجها كده وبتاع، مش احسن حاجه خالص، مش احسن تجربه مشاهده الافلام او فيديوهات على الموبايل خالص في السعر ده، ولكن هي مقبوله، فاهم؟ طب يعني سيبك يا عم من الديسبلاي والديزاين وبتاع، الحاجات دي ما بتاكلش عيش. خلينا نتكلم عن الاداء بقى. اكيد الموبايل لازم يبقى مميز في حاجه. للاسف الريدمي 9i هنا جاي بنفس المعالج اللي كان في ريدمي نوت 11 اللي هو السناب دراجون 680. المهم ان السناب دراجون 680 ده المفروض انه معالج كويس والله، وكارقام على ورق هو قوي جدا، والمفروض انه يؤدي جدا في الفئه دي، ولكن المعالج ده للاسف مش مدعوم من الالعاب كويس جدا، وده مش عيب شركات الموبايلات قد ما عيب البروسيسور نفسه، فاهم؟ والفكره ان شركات الموبايلات اللي اختارت البروسيسور ده انه ينزل عندها، فهم كلهم غلطانين، فاهم؟ بس المهم ان المعالج هنا طبعا مش هيؤدي معاك في الالعاب خالص. نجرب دلوقتي ببجي وكده. لو عايز موبايل جديد السنه دي ويكون بيلعب على اعدادات كويسه، كان البوكو ام 4 برو اللي لسه عاملينه فيديو مالوش اسبوع ولا حاجه، ممكن تشوفه من الاي اللي فوق دي او تروح تشوفه بنفسك، هحط لك الاي بصراحه في الفيديو يعني. ولكن كاداء يومي طبعا المعالج ده هيأدي معاك جدا. الموبايل فعلا مش هتلاقي فيه اي حاجه بتعلق خالص. السوفت وير بتاع ريلمي المفروض انه خفيف جدا كالعاده، يعني انا بحب جدا السوفت وير ده، ولكن انا مش حاسه اوبتمايزد قوي مع البروسيسور هنا. حاسس ان كان في كام لاج كده في الاول وانا بجرب الموبايل، كان بيلاج شويه، ولكن هو في حدود المعقول والمقبول. المهم ده ما ينفعش نتكلم على المعالج من غير ما نجرب الاداء بتاع الالعاب. فخلينا نخش على ببجي كده ونشوف الكوميدي. بقول لك انا حاسس كده انك ما عملتش لسه لايك للفيديو، ولو الكلام ده بجد فانا هتضايق منك جامد. يعني انا جايبين لك موبايل واول تجربه مصريه للموبايل على اليوتيوب المصري، فيعني اعمل لايك، اعمل لايك تقدير للمجهود، فاهم؟ واعمل لايك تقدير للنشاط ده، احنا كل اسبوع تقريبا في فيديوين بينزلوا، فيديوين جامدين يعني، والله عايزين نوصل نص مليون في اسرع وقت يعني، فمش هيحصل حاجه لو عملت لنا سبسكرايب. وطبعا لو عملت لايك وسبسكرايب فانت اخويا وحبيبي ورجوله وكمل الفيديو. زي ما انت شايف كويس جدا المعالج فتح لنا ببجي اصلا، انا مبسوط جدا. تعال نخش جيم تي دي ام كده واوريكم الكلام من جوه بيقول ايه. يعني زي ما انت شايف كده انت عندك اوبشن سموز وهاي او بالانسد وفريم ريت ميديوم مش هاي، ومفيش اتش دي للاسف. فطبعا هو بيلعب على اعدادات كوميديا. دلوقتي احنا هنجرب الاداء على سموز وهاي. بص زي ما انت شايف كده اداء الموبايل متواضع، يعني انا حاسه بيلاج تماما اصلا وانا بلعب على سموز وهاي، ولكن زي ما قلت لك هو معالج مش للالعاب خالص خالص خالص. بص هو قتلني تماما، يعني انا عايز بقى اعلى شويه بالجرافيكس، فاهم؟ ونشوف الكوميديا بقى اللي هو اعلى حاجه اصلا بالانسد وفريم ريت ميديوم، فاهم؟ فخلينا نلعب على بالانسد وفريم ريت ميديوم ونشوف الكلام بيقول ايه. انا متوقع طبعا مش عارف. بص يا نهار ابيض يا جدعان، اقسم بالله موبايل ب 2000 جنيه يا ساتر على المعالج. يا جماعه الموبايل انا مش عارف اقتل حد يا جماعه، والله العظيم يعني من أسوأ تجربه الالعاب اللي جربتها في حياتي، يعني ممكن تكون أسوأ من ريدمي نوت 11 مش عارف ازاي. ملخص سريع كده، الموبايل كاداء ضايع والله العظيم ما جاش خالص، يعني ما أسوأ ما يكون خالص للالعاب. عايز اقول لك ان هو تقريبا كان أسوأ من ريدمي نوت 11، مش عايز افر والله، بس فعلا ريدمي نوت 11 ما كانش بيلاج قوي كده وفريمات بتقع كتير قوي كده، فاهم؟ بس عموما ريدمي 9i وريدمي نوت 11 الاثنين ما تجيبهمش لو انت عايز تلعب العاب اصلا على الموبايل. لو عايز موبايل تعتمد عليه في يومك كاستخدام يومي وبتاع فيسبوك بقى وانستجرام والحوارات دي، سيبك بقى من الاداء وخلينا نتكلم
شوية عن كاميرات الموبايل. ريمي 9 اي جاي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا الرئيسية وهي الوايد 50 ميجا بكسل فتحة f1.8، الكاميرا الثانية وهي ماكرو، ودي حاجة يعني غريبة جدا جدا، انا اول مرة اشوف شركة يتنازل في الموبايل بتاعهم عن الكاميرا الالترا وايد ويجيبوا كاميرا ماكرو. حوار غريب جدا والله العظيم، هم لو قاصدين يفشلوا الموبايل مش هيعملوا كده والله. الموبايل هنا جاي بكاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل فتحة f2.4، والكاميرا الثالثة هي دبث يعني للعزل وبتاع، وهي 2 f2.4 برضو. فالموبايل ده يعني ايه مش عارف والله يا زلمة، مش احسن تجربة كاميرات برضو يعني، حاسسها زي ريدمي نوت 11 ممكن تكون احسن سنة والله العظيم، وسنة دي يعني انا مش عارف بقولها ليه اصلا، بس انا حاسس انها احسن سنة متوسط حلو. اصل اقول لك على حاجة يعني التفاصيل لحد ما كويسة كمعالجة صورة، المعالج مش مساعدهم كمان في معالجة الصورة. المهم كمان ان ريدمي 9 اي بيصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية، ما بيعرفش يصور 4K بسبب المعالج طبعا برضو. انا نفسي اقول لك ميزة في الموبايل لحد دلوقتي انا مش لاقي، الشاشة وفيها مشاكل، مش احسن شاشة، الاداء هو اسوأ اداء ممكن يكون في الفئه دي، واخد من ريدمي نوت 11 الاداء السيء بتاعه بل اسوأ كمان. بعد كده خلينا نتكلم شويه عن الكاميرا الاماميه واللي هي 16 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.1. الكاميرا هنا يعني برضو متواضعه جدا يعني مش عارف اقول عليها ايه بصراحه، ولكنها طلع لك صور معقوله. يمكن لون الجلد مش عاجبني جدا في الصور هنا، وعلى فكره المشكله دي مقابلاني مع كل موبايلات ريلمي واوبو بالذات الفئات اللي هي المتوسطه دي فاهم، يعني لما بيبقى اوبو رينو 6 5G مثلا او حاجه بيبقى احسن شويه، ولكن الموبايلات اللي هي تحت شويه دي بتاعه اوبو ريلمي بحس ان هم بيعالجوا الصور بطريقه اللي هم بيخلوا السكن تونز فاتحه خالص، بيخلوا فان لون جلدك شبه الجبنه البيضاء فاهم، انا قلتها كتير والله بس دي حقيقه فعلا. بعد كده خلينا نتكلم شويه عن البطاريه. ريلمي 9 اي جايب بطاريه 5000 ملي امبير اور، حاجه عظمه الحمد لله يعني قد شويه في النقطه دي. او الاجمد من كده الموبايل ده بيدعم شحن سريع 33 واط في السعر ده، حاجه كويسه جدا. الموبايل هنا بيشحن معاك من 0% في حوالي ساعه او ساعه وخمس دقائق مثلا، وده رقم كويس جدا على بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه بتكمل معاك اليوم. بعد كده خلينا نتكلم شويه عن السكيورتي اوبشنز. والريلمي 9 اي جاي هنا ببصمه في زرار الباور، البصمه دي انا بحبها جدا، بصمه سريعه جدا كل الموبايلات اللي بتتحط في زرار الباور. بعد كده خلينا نتكلم شويه عن السبيكرز وسماعات الموبايل هنا ستيريو، دي حاجه كويسه جدا من ريلمي. خلينا نسمع حاجه كده ونشوف الكلام بيقول ايه. انت لسه جاي واحنا بنشط والان ده انا جاي تتنط ورقات هنخط والله. بس الصوت هنا يعني كويس، كنقاء صوت بقى انا مش حاسس خالص ان الموبايل ده يعني صوته واضح كده وبتاع، حاسه متضخم قوي، ولكن عادي يعني انا ممكن اغفر له دي عادي جدا بالنسبه لسعره. وبالنسبه لانها سماعات ستيريو فدي حاجه كويسه، سماعات محيطيه كده تعرف تسمع الصوت من الناحيتين وانت بتلعب، ولكن في العموم يعني لو انت هتلعب على الموبايل ده لا قدر الله برده يعني مثلا لو بتلعب ببجي فهتسمع صوت الطلقه دي جايه لك من اليمين ولا من الشمال، تبقى حاجه كويسه جدا كسماعه ستيريو. في شويه معلومات بقى لازم تعرفها عن ريلمي 9 اي قبل ما تشتريه لو قررت لا قدر الله. يعني الموبايل هنا فيه مدخل 3.5 ملي بتاع السماعات، كمان الموبايل هنا تقدر تركب له شريحتين وكارت ميموري الثلاثه مع بعض، ودي حاجه كويسه. هنعمل بقى انبوكسنج سريع كده لعلبه ريلمي 9 اي الجميله دي. والله العلبه شكلها شيك بصراحه، يعني انا بحب علبه ريلمي جدا. زي ما انت شايف كده معاك راس الشاحن ال 33 واط بتاعت ريلمي، معاك كمان كابل الشحن، معاك جراب للموبايل، ومعاك دبوس السيم كوردز، وطبعا الموبايل جاي عليه سكرين بروتكتور. زي ما انت شايف كده الموبايل معاك كل حاجه تقريبا، مش هتصرف عليه جنيه لو جبته بنفس سعره يعني. بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه في ريلمي 9 اي كده، سعر الموبايل ده كام بقى؟ بص هو سعر الموبايل هو تقريبا نفس ريدمي نوت 11، يعني هو نازل اصلا يعلم عليه، بس هو ما علمش عليه في حاجه، هما الاثنين سيئين، بل بالعكس ريلمي 9 اي اسوأ يعني. اول نسخه من ريلمي 9 اي بتبدا ب 3800 جنيه، وهي النسخه ال 428 اي ما يعادل $240 لاخواتنا اللي في الدول العربيه، ونسخه ثانيه من ريلمي 9 اي ب 4200 جنيه اللي هي ال 6128 اي ما يعادل $260 عشان برضه اخواتنا اللي بره في الدول العربيه. انا مش ناسيكم يا جدعان والله العظيم. بعد كل ده وبعد عرفنا سعر الموبايل وكل حاجه، انا رايي ايه في الموبايل ده؟ انا رايي بصراحه ان ده موبايل كوميدي كالعاده من ريلمي في الفئه دي، مش عارف ليه مش عارفين يظبطوا الفيتشرز او امكانيات بتاعه الموبايل بالنسبه لسعره. اصل اقول لك على حاجه، لما تدفع 4000 جنيه في موبايل بيلعب على بالانس اند فريم ريت ميديوم ما ينفعش خالص والله فاهم. انا مستحيل اجيب لحد مثلا تبعي او انا نفسي اشيل الموبايل ده وهو مفيش ميزه. بس يا جدعان ده كان رايي في ريلمي 9 اي، يعني قنبله الضحك الجديده من ريلمي. عايز اعرف بقى رايكم في الكومنتس، حتى لو راي عكس راي عادي جدا بحب اقرا كل الكومنتس برد عليها. بس كده يا جدعان كنت في فيديو، ممكن اعجبكم تسيبوا لايك شير سبسكرايب عشان تكون انت بشكل كبير، ولكن اخر فيديو جديد. بيس.